معكم الدكتور محمد كحلاوي اختصاصي في الامراض النفسيه والعصبيه وعلاج الادمان. اليوم قمنا بالكشف عن الحاله النفسيه ديال الطفله سناء وديال الاب ديالها. بالنسبه للحاله ديال سناء فسناء هي واحد الطفله اللي كتمر من واحد الحاله نفسيه اللي هي صعيبه، واحد الازمه نفسيه اللي خاصه واحد العلاج نفسي، خاصه واحد التتبع نفسي، خاصه واحد المواكبه نفسيه على المدى المتوسط والمدى البعيد. علاش؟ لانه مورس عليها واحد الضغط نفسي، واحد العنف نفسي، واحد العنف جسدي، واحد العنف جنسي المتكرر لمده سنه. من بعد جانا واحد الحمل اللي غير مرغوب فيه، جانا واحد الحمل اللي بقات مخبيه في الصدر ديالها وما عبراتوش للعائله ديالها، وهذا الشيء كامل على طول هذه المده كان واحد النوع ديال الضغط، واحد النوع خوف، واحد النوع ديال الضغط اللي كان كبير وكان متواصل في الوقت، اللي عطانا واحد الحاله النفسيه اللي فيها بزاف ديال الاعراض، منها بعض اعراض ديال الاكتئاب، ديال القلق، ديال التوتر، واحد الخوف، واحد الاحساس بالدنيا، واحد الاحساس انه التقدير ديال الذات نقص، انه واحد الاحساس انه ما بقاش ثقه في راسها، ما بقاش كتبغي راسها، واحد الخوف من المستقبل، واحد الخوف من الصوره ديال الاخرين، واحد الخوف من الصوره ديال المجتمع، واحد الخوف كيفاش غيكون التعامل ديال المحيط ديالها، ديال العائله ديالها، او ديال المجتمع كيفاش غيتعامل معها ما بعد الصدمه. وهذا الشيء كامل خاصه واحد الدعم نفسي، خاصه واحد رعايه نفسيه، خاصه واحد المواكبه شويه بشويه باش هاد البنيه تقدر توقف على رجليها وتقدر توصل الى الرد لها الثقه في النفس، الرد لها التقدير ديال الذات ديالها، الرد لها واحد الحاله نفسيه، واحد المناعه نفسيه اللي تقدر تواجه بها الضغوطات ديال الحياه، وتقدر تواجه بها المسؤوليه ديال الام، لان الامومه او لها الذنب الامومه اللي جانا في واحد السن مبكر، واحد السن مبكر اللي سناء مازال الطفله مازال تحتاج الى اللعب، مازال تحتاج الى التمدرس، فاذا بها شاءت الاقدار ان نلقات راسها انها حامله وانها ام وانه عندها واحد الطفل ديالها اللي خاص ترعاه، وهي في واحد الظرفيه اللي هي خاصها الرعايه، خاصها العطف، خاصها الحنان، خاصها الرعايه الماديه والمعنويه. شيء ولقات راسها فجاه انها هي خاص تعطي هذا الشيء، الوغ هي هذا الشيء مازال محتاجاه. هذا الشيء كامل اثر عليها من الناحيه النفسيه، وهذا الشيء علاش قلنا خاصها الدعم وخاصها المتابعه لواحد المده اللي غنقول الى متوسطه الامد. ياك هذه من جهه الاب ديالها، حتى هو الام ديالها او الجده ديالها او الاخوان ديالها، حتى هما خاصهم واحد الدعم نفسي وخاصهم واحد المواكبه نفسيه باش هذا الحدث الشنيع اللي اثر على الحاله النفسيه ديالهم باش يمر باقل التداعيات النفسيه الممكنه، وباش نبدو داك الوصم المجتمعي اللي كاين حاليا ولا ربما يقدر يكون في المستقبل.